فيديو النهارده نتكلم عن موعد مباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بعد انتهاء مباراة نصف النهائي. بداية كده نتكلم عن نتائج مباراة نصف النهائي. امبارح كان عندنا مباراة اسبانيا والسويد، منتخب اسبانيا فاز 2-1. النهارده كان عندنا مباراة استراليا وانجلترا، منتخب انجلترا فاز ب3 أهداف لهدف. عندنا اول حاجة نتكلم عن موعد مباراة تحديد المركز الثالث، عندنا هيبقى مباراة السويد ضد منتخب استراليا. المباراة تتلعب يوم السبت 19/8/2023، والمباراة تتلعب الساعة 11 صباحا بتوقيت مصر والسعودية. عندنا موعد مباراة النهائي، عندنا المباراة هتكون ما بين منتخب اسبانيا ومنتخب انجلترا. المباراة تتلعب يوم الحد 20/8/2023، المباراة تتلعب الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر والسعودية.